السلام عليكم خاوتي الزول، تحية كل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروفي ناكديزات، قناة أخبار المنتخب الوطني الجزائري وأخبار محترفينا وفضح الفساد الرياضي بكل أنواعه، ولسنا تابعين لأي طرف. خاوتي مرحبا بكم. حلقة تاع اليوم خاوتي هنتكلموا على شيء إيجابي وشيء شد انتباهي وشد كل الجزائريين، هي على مركز التكوين العالمي بمعايير دولية وأوروبية الذي دشنه الاتحاد المصري بحضور جاني ألفانتينو رئيس الاتحاد الدولي وموتسيبي رئيس الكاف. شفنا خاوتي حاجة كما يقولوا تعجبك ومن بعد تغيضك عمرك وتغيضك حال بلادك. راكم تشوفوا خاوتي حاجه اللي مانيش فاهمها، هادو المصريين ربي يزيدهم خير على خير ان شاء الله. خويا حاجه مليحه قال لك الناس بكري غير ولا تحسد، بصح ملي تشوف هذا المركز التكوين خاوه بمقاييس عالميه وبمقاييس قمه القمم، حنا شنو نديرو؟ هاش وهاد المصريين يقولوا حنايا نعطوهم الغاز والبترول، يقولوا حنايا يهيبونا باسكو دولة إقليمية. شافاش إقليمية؟ هاكو تشوفوا المركز، هاكو تشوفوا في لي فوتو خاوتي، هاكو تشوفوا ملاريان مورا قوة قوة قوة، دي ستات كي دايرين، دي زوتيل، بيسين كي دايرة، لونات على الطب كي داير، هذاك مركز طبي تشوف كالفانتينو حاضر لها فلان، وحنا مركز تاع التلمسان تاع خرشف داروا لنا عليه حيحايه وراه في 3 سنين ما وجدش. هذا الصدام وجد هذا المركز التكوين في مابا عامين داروه مصاروه، ما عرفش شكون اللي ما عندهمش دراهم، حنا ولا هما ماني فاهم والو. مي نشوف مصر الاستاد اللي عندهم وهذيك، هما تاني عندهم معيشه، اقتصاد تاعهم ميت، ما فهمتش انا علاش حنايا ما يخدم مناش وهما يخدم عندهم. انا اللي مشاريع تاعهم يصدقوا 100%، وحنا مشروع ما يصدقش، ما عادش شكون اللي راه داعي علينا. وحاضر فيها خويا ابو ريدا اللي كان يقولوا لنا جماعه الزوج باللي غاضب عليه الفانتينو وعندها قضايا فساد وعندها ديك. ها خويا نورمال عادي في البلدي، هو مقيده وجر فيه جر فيه ومشي فيه. هاي عايش الاتحاد المصري والفونتينو، بصح مركز خاوتي مركز راكم تشوفوا البيسين مركز قوي قوي قوي. راكم تشوفوا الفونتينو هو اللي دشناه معاهم مع هذاك تاع رئيس لجنة تاع الاتحاد المصري. راكم تشوفوا عمارة الفاف مقيوس قال لك جاو كاع لي زانفيتي كاع تاع لاكا تاع افريقيا مع عمارة الفاف مقيوس التالي. اي خلينا عمارة الفاف مسكين اللي فيه يكفيه. راك تشوف قصر تاع الكونفيرونس كي دايره، وين يديروا لي زاسومبلي جينيرال كي دايره، الستاد وين يديروا الكيني، الصونا، لي شوم في اي بي كي دايرين، لي شوم ها الاناقه، لي صالون كي دايرين. راك تشوف شو يا ربا با با قمه القمم. اوتا كي داير تحسب مقر تاع فيفا، والله تحسب مقر تاع فيفا هذيك الدوخ با با. الله يبارك والله الله يبارك خاوتي، السماء بالله الله يزيدهم خير. بيسين كي دايره عالمي كيما تاع مانشستر ولا كيما تاع ريال مدريد ولا كي عادي يناقروهم نورمال، يناقرو كاع الامم الدول المتقدمه. وحنايا مركز سيدي موسى الله يخلف على روراوه داره لنا في 2011 ومنه ومع البوفوار ومع هذيك وخدمه وداك الوقت ما طورناش باش يكون في المعكم. غادي نعطيكم حقائق مرة ودلها طرواتينا وسقماه وقف عليه ورده تسهيل محترف. النملة ما تدورش تماك قط، ما يدورش قط، وضرب كي رجع واكر للمتشردين لي فواي وساق الحافلة وجماعته. ها سيدي موسى اللي كنا نفتخروا به. سيدي موسى ما يبانش كاع ما هادي
ولكن انا اتصلت مع واحد من رئيس تابع الاتحاد المقر السابق اتحاد تارورا وقصرت معاه البارح، قال لي والله يا واري كنا خادمين بروجي في 2017 وجدناه بريتيد، كلشي واجد، التيرا واجد، لوفلوب دراما واجدين، قال لي باش يدير اوتيل تاع فيناك، وقال لي وين كون جوا راه يديروا الشوا في ديك ضربة تاع سيدي، وين كون يخرجوا يديروا الباربيكو، قال لي تما كنا معاونين نديروا بيسين ونزيدوا نديفلوبوه، لكن للاسف قال لي 2017 الحمام طار بروجيت انيلا. هاي هو قال لي دروك اش راك تشوف كيراه قاعد بها فيترينير سيدي موسى قاعد بسطات. هاي ما شنو نحكي وش نقول خوتي، شنو نحكي وش نقول، بيترينا قاعد بسطات تينا ولا سايق حافلة وش يكون سيدي موسى يدخل يلعب لصحابه في لي فاميلي تاعهم يلعبوا البولا الداخل، وقصتي واش كان يلعب فيها لي ماتش انتر كارتي. وين غادي نروحوا بكم، ما تغيروش، ما يدركمش قلبكم على شتو هذا. وانا كان انا نضريت خذي مش نضريت، حسبتهم غيرت ما هاد الصوت كي داير الله يبارك، غيرت الخاوة والله لا غرت يا خاوتي، والله لا غرت واحد الغيرة، ما تأمنوش عقلكم. بعد يقول لك احنا دولة إقليمية وقوة ضاربة وأحسن منظومة صحية في إفريقيا وفي العرب، بس امبارح ولا البارح سمعت بريمير مينيس هذاك ايمن ولا شي يقولهم، قال لهم رانا الاقتصاد تاعنا طلع وراه قمه القمم، وابيانتو نولو حنا بارمي هذوك تاع لي 20 لي توب 20 تاع ليكونومي في العالم. ها في عقله هباك هاد الناس يتنفسوا كذب ويتنفسوا طبلعيط، فهمت انا على من راهم يكذبوا؟ هي حنا اش درنا، حنا عينا رئيس فاف مبدل المال العام، مي انفيستي ما والو غير مكعاله ويجرح حاشاكم والو، ما حكمه يسوق هذا رئيس الفاف المعين، تبهدينا متبهدله لي فوا متشوكلين عليه، ازيد في الصالير. ايا الاتحاد الجزائر ما يدخلوا هذوك الدوار اللي هم باقي تعروره وغادي يكملوا من على سيمو ولا عام، بعد نقرعوا القرار تقول الدوله كاش ما تفيرسي لهم كاش حاجه، ولا نهار اللي بريكي ناسيونال تخلص الحكايه نولوا نجيبوا اونتينا تاع 8000 يورو تاع 5000 يورو، باينة غادي تخلص دوبل 6 في فيدراسيون. شوف نهار روح بالماضي غادي تخلص دوبل، غادي يخلوها سياسة الأرض محروقة، غادي تولي رماد معاهم حاجة ما غاديش يخلوها، اللي جمهورهم موراهم غادي يهبل غادي يسوفري. لكن ما كانش ردة فعل مع الدولة، والدولة متواطئة مع هاد الناس، وزير تاخر شوف مهلواني الدولة ما سامعينش كاع بيك، لاهين غير بتاع الحراك، واحد يدير ستاتي في فيسبوك مسكين يروح يكملوه، الناس غادي تاكل الدراهم ليل ونهار، واحد محكاش معاهم، المهم هنونا، ما تكريتيكوش البوفوار وصاي، كولوا وشربوا من رزق ربكم، حسبي الله ونعم الوكيل، أنا مشيت لصهدت السونتر تاع مصر صاي تحيت لهم، الله يبارك، أنتم قوة، مصر كان يهضر دوك يقول لك أنا قوة ضاربة تجي عليه. يقول دولة إقليمية جي عليه لي ستاد، حنا مصر شنا كوب دافريك لي ستاد، عبصت شي اللي تينا زربية، كلشي زربية، تسيير قوة الانترنت قوة إقليمية، هادي هي قوة إقليمية، انت ما عندك انترنت ما عندك، يقول لك قوة إقليمية. الله يجيب الخير خاوتي، الله يصلح حوال بلادنا، والله يبعد علينا هاد الفاسدين هذا، نقول خاوتي تحية لكم خاوتي وانتو دي فالاجيري، والسلام عليكم.